الضحك والأفراح وهن قاعدين مع الكتب. تعرفوا شو قال لي الشيخ الزيات على الشيخ السمنودي؟ أي سبحان الله الحكي بجر بعضه. أي نعم، يعني هذه يعني الواحد قصص. الشيخ الزيات الله يرحمه وكان كفيفا عمل بإيده هيك، قال لي ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب، وعمل بإيده هيك ولو راسه. والله هي شهادة الأخران ببعضهم. شايفين القلوب الطاهرة؟ قال لي ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب من النعاس. يعني ما صاروا أئمة هكذا. هذا البيتين اللي شايفينهم أنتوا أمامكم هدول عصارة، عصارة رضي الله عنهم أجمعين، الله يلحقنا بهم فعليين. فبرجع بقول إذا بكرة حدا منكم يعني جعل الله له كلمة، ارفعوا ذكر هؤلاء الشيوخ وسموا بأسمائهم مدارس أو شوارع أو مساجد، فإن لم تقدروا على الأقل حلق، حلق في المسجد. منقول نحن حلقة أبي وحلقة زيد جيد، لكن كمان هدول كل الناس تعرفهم ساداتنا الصحابة، أما هؤلاء المتأخرين قل من يعرفهم. ارفعوا ذكرهم، انشروا سيرهم، نحن بحاجة للقدوات يا أخواني. الكلام كتير ما في أكتر منه، والناس ملت والله ملوا من كتر ما سمعوا مواعظ، لكن كله من هون. هؤلاء السادة ما صاروا سادة هكذا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن، لنا كل كلمة لها معنى، عذبا وسلسلة. نحن الآن بنرفع رأسنا قدام الأمم منقول كتابنا الآن كما أنزل على رسول الله قبل 15 قرنا. طيب كيف؟ بفضل هؤلاء، الفضل لله طبعا أولا وآخرا، وهو اللي قال وإنا له لحافظون. لكن بدنا الآلية، الآلية كانت من خلال هؤلاء. أورثنا الكتاب مين؟ الذين اصطفينا. والله لما بتنظر بالسند القرآني والله ترى العجب يا أخي. في مثل عندنا بالشام بيقولوا شو لم الشامي على المغربي، لعلكم سمعانين هالمثل هذا. إذا اثنين ما في بينهم تناسب بيقول لك شو لم الشامي على المغربي، يعني بمعنى هذا بدك تشوفه بعيونك، شوف أسانيد القرآن بتلاقي هذا من هالبلد وهذا من هالبلد وهذا من ربانية. تعال انت، تعال انت، تعال ذاك ويسافر. ابن الجزري رحل الى مصر 3 مرات وكان وحيد ابويه، وكل مره يبكوا لما يسافر يبكوا. ذكر هذا في كتابه جامع الاسانيد، يبكوا ما عندهم غيره ويخافوا عليه. طبعا ما كان في خطوط طيران يحجز عليها، كان يروح بالجمال، يخافوا عليه وحق لهم. رحل اول مره وثاني مره وثالث مره حتى أخذ عن علمائها، ثم جاب البلاد وعمل ما عمل من تراث طويل عريض. محقق القراء ابن الجزري بلا منازع. طب تعال الآن تأمل أسانيدنا له بترجع لمين؟ كلهم مشايخ مصريين، كل اللي أخذوا عنه ومشيت الأسانيد من خلالهم أخذ عنه ألوف ومئات، لكن الأسانيد مشيت من خلال مين؟ العقبي والنويري والقلقيري والقلقيلي والأميوطي وابن، هدول كلهم إذا أخذ عن مصريين وأعطى كثيرين، لكن مشيت الأسانيد من خلال المصريين. مصر لها فضل على الأمة كلها، اللي عجبوا عجبوا واللي ما عجبوا براحته. هذه حقيقة تاريخية، هذه حقيقة حقيقة. اللي ما بينسب الفضل لأهله بيكون خالف الإنصاف. مصر بلد القراء وخاصة منطقة الدلتا، أنا بسميها عش القراء. تعرفوا العصافير كيف تجي للأعشاش؟ عش القراء منطقة الدلتا. سبحان الله يا أخي، منطقة مباركة على مر العصور. أنا ما عم بتكلم عن عصر معين، على مر العصور القراء بتلاقي هيك عم يطلعوا من هالمنطقة. سبحان الله العظيم، جل جلال الله، سبحان المعطي الوهاب. لا أغلبهم من هذه المناطق.
مو كلهم لكن أغلبهم منذ أن دخل القرآن مصر ما خرج منها. هلا بتلاقي عندنا أسانيد مثلا فيها عراقيين لكن في أعصار ما فيها عراقيين، فيها شاميين لكن في أعصار ما فيها شاميين، فيها من الأندلس شاطبي والداني وفلان، لكن بعدين ما هلا ما في أندلس، روح تفرج في إسبانيا، فيها مغاربة، في إلا مصر منذ أن دخلها القرآن ما خرج منها لها اللحظة، وأسأل الله أن يكون إلى قيام الساعة. فجزى الله هؤلاء السادة جميعا الذين اصطفاهم مين؟ ربهم جل جلاله. ثم أورثنا الكتاب مين؟ الذين اصطفينا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا الرسالة اللي هي النبوة، بنفس الوقت ربي بيعرف أنه هذا أنت من أهل القرآن، أنت لا، أنت إيه؟ أنت يعني يعني عرفت. لذلك قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم الله يجعل، المهم منهم يعني مشيها، يعني الله يقبلنا وإياكم. بس نسأل الله أن نكون إن شاء الله محسوبين على هؤلاء السادة، لأننا نحبهم والله، ونسعى لنشر علومهم ونجلهم ونحترمهم. وعسى الله أن يسلكنا في سلكهم رضي الله عنهم، وجزى الله اللي أوصلونا بهم. لو ما وصلونا بهم يعني شو هلأ، لو رحت أنا ولا أنتوا على أي شيخ من شيوخ القراء قلت له سيدي بدي أقرأ عليك، وربي قبض صدره وقال لي معلش يا أبي الله يرضى عليك عفيني من الموضوع، شوف غيري الله يرضى عليك، شو بدي أقول له؟ يعني بالغصب بدي خليه يقرأني؟ في شيء بالغصب؟ فلو ما فتحوا لنا بيوتهم، فتحوا لنا صدورهم، وأعطونا أوقاتهم، وأعطونا أذهانهم، متصورين أنتوا جمع القراءات كم فيه من حصر الذهن؟ محمد موسى الشريف معروف أخونا بيقول لي أنا بسوق جنبه، هو طيار كابتن مثل ما بتعرفوا، قال لي أنا بسوق جنبه وفوتوا على غرفة القيادة وشوفوا الأزارير الموجودة، بيقول لي والله جمع القراءات أصعب، بيقول لي جمع القراءات فيه من حصر الذهن. وهذا عم يحكي هو على 10 الصغرى، ما عم يحكي على 10 الكبرى، اللي فيه من حصر الذهن ما ليس في قيادة الطائرة الجامبو. جامبو هي الكبيرة عرفتوها لدورين. فاللي جلس معك واعطاك من وقته وعمره وجهده ووصلك بهؤلاء السادة ووصلك بسلسلة أعلاها رب العالمين، شو بدك تقدم له؟ والله لو قدمت له إيش من قدمت له هو مفضل على راسك. لذلك سيدنا الشاطبي قال جزى الله بالخيرات. أنا ما بطلع بيدي جازيهم، ممكن أنا قدم ما أستطيع أو كذا محبة، وإن كان الشيوخ الله يرضى عنهم كلهم أهل تعفف وكلهم ربي سبحانه وتعالى بيغنيهم من فضلي، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله رضي الله. فجزاهم الله خير، فتحوا لنا واستقبلوا. والله الشيخ الزيات قال لك ليش عم استرسل أنا اليوم؟ الشيخ الزيات الله يرحمه كفيف يا جماعة، وأنا عم بقرأ عليه عمره فوق 70، عم يسمع لي وعطيني كل وقته، لأنه عارفاني أنه أنا غريب عن البلد، غريب عن القاهرة، ويشفق علي. اللي بكم أخذت الشقة؟ قال له بكذا مبلغ. إلي ياه يعني إيش مستغليها هو الشيخ، فيشفق علي بده يعني أرجع لأهلي، فيقرأني لما يتعب يوقف. أنا حسبته أنه رجلي تعبت عم يوقف من يعني بعد شوي قال له سيدي تفضلوا اجلسوا. اللي يا ابني أنا لو قعدت حنام. قال له سيدي لا، إذا تعبانين بروح الآن وبرجع بوقت تاني. اللي يا ابني أنا عايز أخلصك، أنت بتدفع فلوس ومستأجر شقة وتدفع تاكسي أنا عايز أخلصك. سيدي الله يخليك ما بدي أتعب، ما لكش دعوة اقرأ. فأقرأ بعد شوي يقول لي بس، يروح على المغسلة على الحوض يغسل وجهه مشان إيه يصحصح ويرجع اللي يقرأ. اقرأ. طيب أنا شلون بدي كافئ هذا الرجل؟ ما أقدر. وبالآخر وصلني بهذه السلاسل العظيمة اللي أعلاها رب العالمين، نحيل على الله. عجز كامل،
أقيس عليهم بقية الشيوخ. والله يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء، والله يجعلنا وإياكم من أهل التقدير. يعني كم أتألم أنا، استرسلنا واسترسلنا، كم أتألم لما بسأل بعض الشباب على مين قرأت يا أخي، بيقول لي قرأت على بعض الشيوخ، بيعمل لي بإيده هيك، لك شو عم تحكي بطاطا أنت ولا شو؟ شو هي بعض الشيوخ؟ لك مفضلين على راسك هدول، شئت ولا أبيت؟ لك شلون الله بده يفتح عليك والله بده ينفع فيك وأنت بهالنفسية؟ مستحي تقول اسم اللي قرأت عليهم. شو بعض الشيوخ؟ ليش عم تعمل بإيدك هيك؟ هيك الاحترام؟ علموك كلام الله عز وجل بتقول بعض الشيوخ؟ طب مين بالضبط؟ يعني بيقول لي ما بتعرفون أنت، مو مشهورين. لا إله إلا الله، على راحتك على راحتك، لكن لا تظن الله يفتح عليك وأنت بهالنفسية. وبيني وبينك الزمان، فإن أردنا أن يوفقنا الله ويفتح علينا وينفعنا وينفع بنا، أول شيء نحترم شيوخنا ونقدرهم ونجلهم الإجلال اللائق بهم، ومهما فعلنا هم مفضلون علينا لأنهم وصلونا بأعلى ما يوصل وأعطونا ما لا مكافئة له. أقل ما فيها نذكرهم باحترام، نذكرهم بالإجلال والتوقير، ندعو لهم، ندعو لهم، نترحم عليهم، ننشر سيرهم. الله يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء، والوفاء له رجال كما يقول الشعراء، والوفاء له رجال. الله يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء. نرجع سيدي لأقوى السببين.